أسئلتكم شخصياً جاوبت عليها بهالفيديو. أبداً أبداً ما زعجتني رمشكم، إذا هاي رح يطلع غيره. في خلطات طبيعية رح تعطيكم نتيجة تبقى معكم كل حياتكم. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة. اليوم الفيديو هو أجوبة لأسئلتكم اللي أكتر شي بتسألوني إياها تحت الفيديو، واخترنا كذا سؤال من أشخاص بتتبعنا دايماً وبتتفاعل معنا على الفيديو، واليوم رح كون عم جاوب عليهم. كل هالأسئلة إلها علاقة بالعناية بالبشرة، بالمكياج، بنمو الشعر، بشعر الحواجب، شعر الرموش. So stay tuned لأنه في أجوبة كتير رح تفيدكم. قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وأكيد دايماً تزوروا موقع هي ماجازين لأنه رح تلاقوا هونيك مواضيع كتير بتفيدكم، وتابعوني على انستغرام وتابعوا كمان مجلة هي. يلا نبلش. أول سؤال بتسألونا إياه كتير واللي هو: نجلة اعملي لنا فيديو عن تسمين الخدود. في كتير صبايا بتحب إنه يكون عندها هيك خدود منفوخين مرفوعين، أو في كتير صبايا مثلا وجهها ضعيف ما بتحس إنه خدودها كتير مبينين أو واضحين. فيديو لتسمين الخدود فينا نوصل لهالنتيجة بالمكياج. أكيد أكيد إذا أكلنا زيادة أو إذا أكلنا أنواع معينة من الأكل هالشي ما رح يكبر لنا خدودنا. لا، أول حل عنا إياه واللي هو نعمل مساج لوجهنا. هلا أكيد أكيد مش دغري بتبين النتائج، بدنا يكون في استمرارية بالموضوع، واللي هن على هالشكل إنه نحنا نحرك عضلة الخد. سو أكيد هالشي بيساعد لتكبر العضلة، بس إحنا إذا بدنا نتائج فورية وكتير سريعة لكل صبية وجهها شكله بالطول أو وجهها ضعيف وعبالها هيك يكون مبين عندها خدود أكتر، هي تقنية تطبيق البلاش. سو أنا عاملة كتير فيديوز عن طريقة تطبيق البلاش. كل اللي عليك تعملي تختاري اللون المناسب اللي لك، اللي بيكون على زهر على بيتش، أنت اللي بتحبيه، بتطبقي البلاش على العظمة وبتقربيها على تفاحة الخد. بهالطريقة كأنك رسمتي خد لقلك، صدقيني كتير رح تكون مفيدة. وهلأ السؤال اللي كتير 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 تردد واللي شفناه كتير هو عناية البشرة للمراهقات. رح خبركن يا مراهقات كيف فيكن تعتنوا ببشرتكن بطريقة كتير سهلة، بطريقة سيمبل. أولاً أنت كمراهقة لازم تعرفي شو نوع بشرتك. بشرتك جافة، بشرتك دهنية، بشرتك ميكست يعني بشرتك مختلطة. كمان منشوف كتير بشرة حساسة، فهون لازم نكون كتير مركزين على الموضوع. إذا ما رحتي عند طبيب جلد واللي هو أنا بنصح فيه أكتر شيء، رح أعطيكي كم حيلة لتعرفي نوع بشرتك كيف بالبيت. لا تعرفي إذا بشرتك جافة، أكيد في مؤشر كتير واضح واللي هو إنه بشرتك بتقشر، أوكي؟ سو أكتر شي نحنا منشوف جفاف بالبشرة على منطقة هيك الفم وعلى الخدود، سو هيدا مؤشر إنه بشرتك جافة. إذا بدك تعرفي إذا بشرتك كتير دهنية، دايماً بتلاقي زيوت زايدة على تي زون، أوكي؟ ليه بنسميها تي زون؟ لأنه على شكل حرف التي، يعني الجبين، الأنف، والدقن. أكتر شيء بتبرز البشرة بهالمنطقة زيوت إضافية. فيك كمان تجيبي تشو أو محرمة، أوكي؟ وأول ما تصحي من النوم دغري بتحطي هالمحرمة على وجهك. إذا حسيتي إنه طلع على هالمحرمة زيوت إضافية يعني أنت بتعاني كمان من بشرة دهنية. هلا للبشرة الحساسة بيكون في اوقات احمرار، شو ما حطيتي على بشرتك بتحسيها عم بتضايقك، بيكون في هيك حكة. سو هون نحن بنعرف انه هالبشرة حساسة. صبايا رح اعطيكم روتين بمنتجين، روتين نهاري بمنتجين وروتين ليلي بمنتجين كمان. بالنهار لكل المراهقات اللي عليكم تعملوه انه تحطوا كريم مرطب وتحطوا واقي شمس، وبالليل تحطوا كريم مرطب وتحطوا مرطب على شفاهكم. وهيدا هو الروتين اللي انتو لازم تبلشوا فيه تقريبا من عمر 15 سنة ل 18 سنة، ومن بعدها شوفوا طبيب جلد. وهلأ كمان في بارت 2 من السؤال واللي هو خلطات لتفتيح الأكواع، الركب والمناطق. أنا عاملة كتير 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 فيديوز عن هيدا الموضوع، ورح أحط لكم هلأ حيلة من الحيل اللي أنا عملتها أو خلطة من الخلطات الطبيعية اللي أنا عملتها. أولاً لتحضير هالماسك نحن بحاجة للشوفان المطحون، فيكن تطحنوه كمان بالبيت. بدنا نزيد فوقهم تقريباً ملعقتين زبادي حسب الكمية اللي نحن بدنا نعملها أو ملعقة. ثم صبايا المكون الثالث والمهم واللي بنستخدمه بكافة الخلطات هو العسل.
نخلطهم كلهم مع بعضهم، وهالخلطة تقريبا بتضاين 3 ايام يا صبايا، سو فينا نحط 3 ايام ورا بعضهم منها. واهم شيء نترك الخليط على البشرة قد ما فينا نتحمل up to 40 دقيقة، فيكن 40 مش أقل، لنحنا نلاقي النتيجة المضمونة. So في سؤال نجلة بدي أسألك، كيف منتخلص من الحفر اللي بالوجه؟ So الحفر اللي بتشوفون بالوجه هن مسامات أو pores. كل شخص منا يا بيكونوا مساماته صغار يا بيكونوا مساماته كبار. مع تقدم العمر هالمسامات أوقات تكبر، او اذا نحن كثير منطبق مكياج ومننام بالمكياج ومننظف وجهنا مزبوط كمان هالمسامات بتكبر. سو لقلكن انه في خلطات طبيعيه رح تعطيكم نتيجه 100% ونتيجه تبقى معكم كل حياتكم، ما بكون عم بحكيكم صح. هلا اولا اذا انت بدك تعالجي هالشي بالبيت، اوكي، بدك تشتغلي على شد مساماتك، فيك تلجئي لماسك البيض، لانه بنعرف انه ماسك البيض من الماسكات اللي بتشد الوجه. فينا كمان نطبق ماسك الخيار كمان بيشد الوجه، يعني بيصغر المسامات. هلا اذا بدنا نروح لتقنيات متقدمه اكثر، بدنا نلجا لتقنيات تجميليه، ان كان الميزوثيرابي ان كان الليزر، واكيد في تقنيات ثانيه جديده، بس هول التقنيات الاثنين الاكثر شيء معروفه بشد الوجه وشد المسامات. واذا كان قصدك كمان عن السكارز او عن مثلا اثار الحبوب بالوجه، اكيد اكيد الالوفيرا كثير بيساعد ونتائجه مضمونه وشفنا كثير. واكيد كمان اذا كانت الحاله شوي متقدمه بنلجا لطبيب جلد، ممكن تستعين ساعتها بالليزر، بتقشير البشره كليا، بكيميكال بيل مش تقشير بالبيت. سو اكيد هو بيعطيك حلول كثيره فيك انت تلاقي منها نتيجه. في صبيه سالتني سؤال كثير حسيته له علاقه بالسؤال تبع المسامات وتجريح الوجه، واللي هو اذا نحن فينا نغسل وجهنا بغسول مقشر مرتين بنهار. انا بالنسبه لي وبالنسبه كمان لطبيبتي، لانه انا سالتها هذا السؤال، لا، لانه بشرتنا حساسه، سو نحن اذا عندنا غسول مقشر قوي فينا نستخدمه مره يوميا. اذا عندنا بس مقشر، اذا بس بدنا نقشر البشره مره او مرتين اسبوعيا ماكسيمم. في صبيه عم تسالني، عم بتقلي انه رموشها عم تتساقط كثير، اذا فينا اعمل فيديو عن اسباب تساقط الرموش. So, لازم كلنا ناخذ بعين الاعتبار انه شعره الرمش مثل شعره الراس، شعره الحواجب، اي شعر بالجسم عندها سايكل. يعني مثلا كل جمعتين رمشك بهر، ليه؟ لانه بيكون عم يطلع رمش تحته هو عم يدفشه ليهر، هيدا هو سايكل الرموش. اذا هيك قصدك برموشك عم بتهر، هيدا سايكل كثير طبيعي. بس اذا عم نحكي عن هالرموش كثيف، يعني بتنامي بتقومي بتلاقي في رموش على المخده، او دائما كل ما تفركي عينك بتلاقي في رموش كثير على ايدك، بدك تشوفي اولا، رح اعطيكي كذا سبب وانت لازم تعرفي اي هو السبب اللي اكثر شيء عم بتلاحظيه على حالك. اولا استخدام ماسكارا او مستحضرات على عينك عم بتضر لك عينك وعم بتضاعف بصله الرموش. ثانيا لازم نشوف من جوا بجسمنا شو صاير قبل ما نشوف النتائج بس من برا. سو اكيد لازم تلجئي لفحوصات معينه لتشوفي بركي عندك نقص فيتامينز، في نقص معين بجسمك، سو هيدا اشاره من جسمك لانت تطلعي وتشوفي شو عم بيصير معك من جوا. وثالثا صبايا، يمكن نحن بنكون اوقات عم نقسى على رموشنا وعم ننسى، مثلا عم نفرك عيننا بطريقه كثير كثير قويه، اكيد بدنا نعاني من تساقط رموش من بعدها، او عم نستخدم تقنيات تجميليه مثلا مثل تركيب الرموش الاصطناعيه، مثل اذا عاملين لاش ليفت يعني قلب للرموش، اذا نحن عاده بنصبغ رموشنا، اذا نحن عاده بنركب رموش البيرمننت اللي بتبقى كل 2 ويكس وبنعمل لها ريفل. سو هول كلهم عوامل بتادي كمان لهر الرموش، بس ما تعتلوا هم رمشكم اذا هر رح يطلع غيره، بس اكيد عالجوا الموضوع. وعلى قناة هي عاملين كتير محتوى وكتير فيديوهات كمان بيساعدوكن على تقوية الرموش وخلطات طبيعية، فيكن تفوتوا تشوفوه. بما انه حكينا عن الرموش، في صبية كمان سألتني ممكن وصفة لتعريض وانبات شعر الحواجب طبيعيا. رح اعطيكن كذا حيلة لتكثفوا حواجبكن. اولا صبايا قبل ما نحكي خلطات، حواجبكن ما لازم دايما تعملوا لهم شيبينج، يعني ترسمون بالخيط او بالملقط، لازم تنظفون. انا شو بعمل شخصيا، انا بنظف حواجبي
مرة أو مرتين بالشهر، أوكي؟ شو يعني بنظف حواجبي؟ يعني إزالة الشعر اللي بالنص والشعر اللي بعيد عن رسمة الحاجب. أنا بعمل شيبينج، يعني برسم حواجبي بالخيط أو بالملقط مرة كل شهرين ونص أو كل ثلاثة أشهر. أنا بمشط حواجبي يومياً، هيك بكون قاطعة مثلاً بشوف مشط الحواجب بمشط قبل ما نام، بمشط لأنه مثل الشعر لازم نمشطه. أما بالنسبة للخلطات الطبيعية، أنا مجربة زيت الخروع وكتير كتير استفدت عليه، بس كمان بدنا consistency، استمرارية، أوكي؟ بتطبقوا زيت الخروع 3 مرات لـ4 مرات أسبوعياً على حواجبكم وبتناموا الصبح، بتقوموا بتشيلوه، مش بتتركوه بترجعوا بتطبقوا فوقه. سو هيدي الطريقة كتير رح تساعدكم، خبروني إذا جربتوها وفدتكم بالتعليقات. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. ضلكم تسألوني أسئلة بخانة التعليقات، ودايما من وقت لوقت حنعمل فيديو نجاوب على أسئلتكم كاملة. وقبل ما تفلوا ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لأنه جايكم محتوى كتير حلو، وما تنسوا كمان تزوروا موقع هيا ماجازين وتعملوا فولو لهيا ماجازين على انستغرام لأنهم كتير أكتف هونيك، وكمان تعملوا لي فولو ومتابعة على إلي على انستغرامي الخاص. باي، سي يو نكست ويك.